ما علينا. ايه تاني انا كاتب؟ يبقى احنا اتفقنا الحمد لله النهارده مفيش حاجات كتير، صح؟ بكره ان شاء الله التنفيذ. يبقى اهو امريكا ترامب احتمال يتعزل خلاص، وشكله هيتعزل لان الست بلغت عنه بتاعت الكونجرس وقالت ان عمل مكالمه مع اوكرانيا وبتطالب بعزله. شايفين الحريه عامله ازاي هناك؟ بص، وقعد جوه البلد بيقول لك ايه؟ ما تنزل جوه البلد واعترض يا راجل يا راجل. ده امين الشرطه، امين شرطه يخش يجيبني مع السرير من جنب مراتي، والله العظيم، وقله ادب كمان وباهانه، حتى لو انا مين. ثورتنا بكره عشان نتحرر، عشان رقم واحد بالحريه. تمشي في بلدك تقول اللي نفسك فيه، انت تبقى حر، تشم من نفس حر، عمرك ما هتخاف تاني. مش عايزين نخاف تاني، دي بلدنا. لما احنا عايشين بره ومش خايفين، صدقوا جوه بلدنا وخايفين. يعني انا عايش بره ومش خايف، بقالي سنه اهو ومش خايف، واول مره في حياتي اعيش بره، اول مره، وما اعيش الانجليزي ولا اي لغه في الدنيا. بعرف اتكلم شويه يعني، بس مش يعني ضايع طبعا. لكن بره قمه الامان، قمه الامان، وفي بلدي اخاف اتكلم واخبي التليفون، ولو سمعت سيرين الشرطه خايف، ولو دخلت على كمين شرطه قلبي يوجعني وربنا يستر. مع انه انا اسف، هو بيحشش وانا ممكن ما بحشش البسها، ولو انا بحشش ياخدني يذلني ويهني وينزل ياض ويطلع لا لا، دي قله ادب وسفاله. بقالي سنه هنا والله العظيم ما شفت كده. احيانا بتلاقي كابين بيقول لك ممنوع تسوق العربيه وانت سكران، بس لكن احنا عندنا انزل الشنطه، قانون الطوارئ اللي احنا عايشين فيه طول العمر. دايما طول الوقت بيخوفونا وبيرهبونا، دايما طول الوقت، عشان محدش يتكلم. احنا النهارده كلنا بقى على قلب راجل واحد، احنا كلنا بقى شبه بعض. اطلعوا بقى، كفايه قاعده، خلصت. اللي فوق مستفيد وقاعد بيغني له، وممكن يكون اجبال معاه فلوس وملايين، كنت شبهه، كشفت لكم الحقيقه خلاص. وهو طلع اعترف، هبني قصور وببني وهعمل وهعمل وهعمل. ويقول لك ايه؟ محمد علي يجيب مستندات. ليه يا اخويا؟ مدينه العالمين محتاجه مستندات؟ اهي روح لقى حبيبي جنب في الساحل الشمالي. العاصمه الاداريه محتاجه مستندات يا يهبل؟ ايه العاصمه الاداريه؟ انزلوا بصوا عليها، انزلوا بكره لا مش بكره بقى، انزلوا يعني ابعتوا حد دلوقتي يروح يصور العاصمه الاداريه، كلها واقفه والمقاولين لها فلوس بالهبل. ادي ترامب راح، اللي كان بيسنده باي باي ترامب، الله يكون في عونه في المصيبه اللي عنده. وطبعا محمد بن زايد محتاس مع ايران واليمن، سحب قواته ودلوقتي بيراضي في ايران وقلقان من اللي هيحصل، وباع السعوديه، فربنا يعينه في المصيبه اللي هو فيها. نخش على السعوديه، ده الراجل خابط الدنيا، مركب ابنه على اللي كان دورهم المفروض يجي، والعيله كلها قرفانه من بعض، وحبس نيجي نصها والله اكتر من نصها، والسعوديه محترف في الضرب بتاع اليمن وبتدور على حد يحميها لايران تخش ترقع لها. يبقى برضو السعوديه رايحه في داهيه. مين بقى بتاعنا؟ الأزعة. خلاص محدش هيقف جنبه، يعني حتى راح لترامب بومة نحسه جاب الراجل عزل بومة والله راح. انا قلت رايح من الضحك، يعني هو راح مفيش شويتين هو قال لك ده بيتعزل، واحده بلغت عنه، فهو دلوقتي بقى لوحده. احنا مش عايزين حاجه، احنا عايزين السيسي يمشي وكلنا نتصالح مع بعض ونبوس بعض ونحضن بعض وما نعاتبش بعض على اللي حصل، ونفتح صفحة جديدة وكلنا شعب محترم، ونعمل هيكل ونبدأ نشتغل عليه. خلاص كل الكلام اللي بحكي لكم ده مش هياخد شهر. وتاني انا ارجع اقولها، مع احترامي للسادة الضباط، للسادة الاخوان، مفيش حد هيمسك البلد من الطائفتين دول، ممنوع الحزبين دول حد فيهم يمسك على الاقل فترة مثلا 5 سنين 10 سنين. احنا خلاص جربنا، الله يرحمه الرئيس محمد مرسي، جربنا السيسي، مش عارف اقول الله يرحمه ولا اقول ايه. طيب السيسي عبد الفتاح السيسي رايح في داهيه في مصيبه، عارفين ان مرسي ما خدش فرصته طبعا كامله عشان ما نظلمش حد، ولكن احنا رافضين الاخوان ورافضين الجيش. ممنوع ضابط، ممنوع اخوان في الفتره دي، اللي هيمسك البلد مدني، ويعني ويفضل ما يكونش ليه اي احزاب.
انا بقول الكلام ده لان كل حزب بيجي بيشغل الناس بتاعته وبيحب الناس بتاعته وبيبيع بقية الشعب، وده مش هينفع. الحكم هيبقى للشعب. رئيس الجمهورية ليس له صلاحيات، هو راجل برزنتابل بيقول اللي الشعب عايز يقوله لبره. بدل ما هو قاعد جنب ترامب بيعمل كده زي ما انتم شايفينه، ده جايبين له لقطة اللي شافها النهارده، والله العظيم اتخضيت. يا رب يبقى لو جبتها هنزلها عندي على الصفحة. طالع يسلم على الملك سلمان، شوف واقف ازاي قدام الملك سلمان، والله العظيم انا اسف زي الكلب. وبص بيتكلم معانا ازاي وبيشخط ازاي. اه هابني وهابني قدام الملك. مره كان بيبص راسه، وانت شفتوها دي بقى اول مره اشوف طلع الطياره بيسلم عليه وقاعد جنبه عامل كده، ويقوم يقف والملك قاعد. هيقول لك بقى مريض، امال بيطلع على الطياره ازاي وبيمشي يقف يسلم على الناس ازاي لما كان في المؤتمر كان عامله في السعوديه. ايا كان ده راجل ما ينفعش يمثل مصر خالص. مفيش حاجه اسمها طوائف، في حاجه اسمها افكار، كل واحد ليه فكره ويحترم. احنا عايزين نعيش زي اوروبا، اقتصاد، اداره، اللي بينا وبين بعض معاملات بالادب. وانا كل مره بسهلها، نبقى زي اوروبا، نبقى زي امريكا، نبقى زي كندا، نبقى زي اي دولة محترمة. ما عندناش اله، خلاص الرئيس بلا صلاحيات، يجي رئيس وزراء يقعد 4 سنين لا يجدد، مع السلامة، الا لو الشعب نزل اختاره. خلاص الشعب يكسر اي قانون، الشعب يكسر اي حاجة، لان الدنيا كلها في تطور. دايما الكلمة للاغلبية، والاغلبية اصحاب الاوطان، ودول مين؟ دول الشعب. ان شاء الله ان شاء الله ومشيئة الرحمن، انا متأكد ان بكرة هتبقى جمعة الخلاص. هاشتاج جمعة الخلاص يا عبد الفتاح يا سيسي. تعبنا من الظلم، تعبنا من الخوف، ما عادش عندنا مستقبل. كل واحد فينا وكل طالب بيتولد، سوري، كل طالب بيتخرج بيشوف الستارة سودة، مش عارف رايح فين. وانت راجل كذاب بتعمل لناسك ولأهلك بس، المجموعة اللي حواليك، وطبعا على رئيس على رأس القائمة مدام انتصار اللي محتاجة قصور كتيرة. ما قلت ليش هو حسني مبارك كان بيقابل الضيوف الملوك فين؟ مش عايز تجاوب انت على اي حاجة، لا تجاوب على خالد فودة، ولا تجاوب على القصور اللي كان قاعد فيها حسني مبارك ويقابل الضيوف فين. سألتك يا راجل اسئلة مش هقدر اقولها، دي كتير قوي، ولا مرة جاوبتني ولا على سؤال. حتى المقابر اللي دفنت فيها الحاجة اللي اتكلفت 2,300,000، يعني ما قلتش طب الجيش اللي عملها، ماشي، ما هو الجيش اللي عملها، وانا قلت لك مين اللي عملها؟ الجيش اللي عملها وهو اللي دفع فلوسها. طب ما تقول للناس اه عملنا ووضبنا ب 2,300,000، وبالفعل المقاولين لها فلوس، ومحمد علي ليه 1,100,000 بس، خلاص عشان الناس تعرف. بس الافتتاح بتاع الجنازه بس بكام؟ ياكل كام اسره ويحقق كام مستقبل وكام حلم لكام شاب؟ دمرتوا الشباب وهتدمروا كل الاجيال اللي جايه. لازم نخلص، لازم نخلص من الكلام ده خلاص. لازم الناس اللي بره نجحت وحققت نجاح مش طبيعي. افتحوا النهارده في سوشيال ميديا، شوفوا بره عايشين ازاي، بص الشوارع، بص الاشارات، بص عبور المشاة، بص احترام البشر، لا بص بيحترموا الحيوانات ازاي. ما نعرفش نعمل سيستم ونعيش زيهم كده ليه؟ جهله. الشعب المصري شعب عظيم، صاحب حضاره 7000 سنه. ارجعوا وشوفوا حضارتكم عامله ازاي، انتوا بس اللي كابتكم وسع. بكره ميعادنا، وانتوا بقى بتوع الناس اللي بتنظم الثورات والناس اللي عارفه الشوارع وبتمشي ازاي وبتعرف تلم الناس ازاي، انتوا بقى يعني كلكم تشتغلوا، كل الناس، كل طوائف الناس، ليبرالي، علماني، اخواني، احنا لازم نهد كل ده. كل واحد حر فكره، بس نهد بكره كل ده على مصر بس. احنا كلنا كده كده ضد الظلم كده، وفكرك انت حر فيه، براحتك عيش حياتك. ربنا يكرمنا وربنا يوفقنا، وحاسس بكره هشوف شعب مصر الحقيقي. رجاء شخصي هو هيجمع مجموعه فنانين يعملوا اغاني وبتاع لطيفه كده في المنصه، بعد ما نمشيه ممكن نروح نتفرج عليهم، هتبقى حفلات لطيفه، وانا بحب المطربين اللي هناك. مش عايزين احتكاك بتوع المنصه نهائي نهائي، ولا نعدي من الشارع ولا يلزمنا الشارع. هو الشارع ده اصله بتاع الفرحه بتاعته واللي بياخد فيه العزاء بتاع الشهداء، يا عيني محصور في الشارع ده عشان يبان ان هو عنده ناس بتحبه.
رخص عليك يا ريس، شكلك وحش حتى في اخر الجيم، اقسمت للناس. قول لي، قاعد يتراوا على كذا، يتراوا عليك في حاجه انا ما خدتش بالي منها في المؤتمر بتاع الشباب الاخير، فين الزبيبه؟ نسيتها ولا ايه؟ مش مشكلتي، اخرك بتنزل ناس قصاد الشعب عشان عايز تاخد الشرعيه. اخص تحلف ازاي؟ بتحلف وازاي بتصلي وتقف قدام ربنا وانت بتقسم بالله قدام الشعب ان لو الشعب مش عايزك انت موافق وقاعد تعتقل وقاعد تعمل قمع؟ اما نتفرج بكره هتعمل ايه؟ يا رب رسالتي توصل للسيد وزير الدفاع الفريق محمد زكي، واثق ان انت راجل محترم اتخلص زينا من القرف ده. هو وابنه محمود وولاده هم اللي مدورين الجيش، ما تنكرش ده يا معالي الوزير. الراجل ده لو قعد هتبقى مصيبه، هيبقى قد حسني مبارك وولاده 500 مليون مره. والله انا اسف، اداره حسني مبارك فاشله، بس ولاده ما عملوش ربع اللي عمله محمود في سنه. وانا كنت ضد جمال وعلاء، لا ده جمال وعلاء بالنسبه لولاد السيسي ملائكه الرحمن، ملائكه الرحمن. العيال دي يا معالي الوزير لو اتملكت انت فاهم، دول بيهنوا اي حد. شكرا، ويا رب يا رب يا رب ينصر شعب مصر العظيم، الشعب الاصلي الحقيقي. بحبكم في الله، اخوكم وابنكم وابوكم محمد علي. عايزين نرفع علامة النصر بكرة، الشعب المصري لازم يتحرر. ثورة ثورة ثورة، خدوا حقكم، اوعوا تخافوا، البلد بلدكم.